لأول مرة في جبلة، مجلس الشباب السوري وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تعاون يثمر افتتاح مركز خطوات للشباب للتدريب على مهارات الحياة ونشر ثقافة الوعي على العنف القائم على النوع الاجتماعي. تعكين المجال للشباب جبلة هن يطلقوا المبادرات، نحن ما رح نتدخل ونقول شو هي المبادرات، هن يطلعوا بالأفكار ونحن جاهزين للتنفيذ وللتيسير. فهي كمان أي مبادرة باحتياج لشباب جبلة رح تكون ضمن المركز إن شاء الله. مركز خطوات حيكون مشروع على مستوى وطني إن شاء الله، ابتدأنا بمدينة جبلة وحنكفي ببقية المحافظات. مجلس الشباب السوري هو شباب متمكن مؤمن بدوره الريادي بإحداث أثر نوعي بحياته الشخصية وحياة مجتمعاته المحلية طريق المبادرات الفردية والجماعية والمؤسساتية. الشباب يعد الفاعل الأول في عملية التنمية بالمجتمع. مثل هيك مركز خطوات رح يفتح الفرص لكثير من الشباب ليتعلموا كان دورات مهنية أو يحضروا جلسات توعية أو يكون عندهم الفرصة ليأخذوا أو يشاركوا بمبادرات، بالإضافة إلى المنح التي ستقدم للشباب في مدينة جبلة وريفه. جلسات توعوية حول مواضيع مجتمعية وتحفيز الفكر الخلاق لدى الشباب نحو تنمية مستدامة. هو تداخل مع فئة الشباب، نحن عملنا ببعض أوقات نظرا للحاجة الإنسانية بالمجتمع كنا نتجه شوي للعمل الإغاثي، ولكن اليوم أنه هذا المركز هو مركز الشباب فهو شيء كثير بيسعدنا، وخاصة أنه نحن مجلس الشباب فهذا ضمن رؤيتنا بالأكيد. طيب بادرة كويسة من مجلس الشباب السوري مشان رفع قيمة النضج عند الشباب، خاصة إن كان في مراكز حتى ما شاهدت أنا رفيقات توجيهية للشباب وللفتيات. مركز خطوات للشباب منصة جديدة لتفعيل دور الشباب في بناء المجتمع وتنميته عبر إطلاق مبادرات مجتمعية هادفة.